قال عام الرماد لماذا عطل عمر بن الخطاب حد السرقة؟ أول حاجة أثبت العرش ثم أنقش إن عمر بن الخطاب عطل حد السرقة. ده نمرة واحد لما أشوفها بتاعت علمانين. المسألة الثانية، إذا افترضنا إن عمر بن الخطاب عطل حد السرقة ما عطل حد الزنا، وتلقاه خالط يقول لك عمر الخطاب حد السرقة، أرقد عشان نديك حد الزنا، أرقد. يقول لك لا ما حد السرقة، لا لا حد السرقة، أنت هسه أمشي، أنت قال حد السرقة في شنو؟ السرقة عشان يقطع يدك ما فيها شروط من الشروط إنك تبلغ تشيل مال يبلغ حد النصاب، وإنه يكون شنو؟ في حرز، وإنه يكون ما في شبهة، يكون ما في شبهة. يعني مثلا لو سرقت لك قروش ما في حرز أو شلتها قد يطبقوا عليك تعازير، يسموها في الشريعة تعازير، فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بشنو؟ بالشبهات. فقد يدروا عنك من لو افترضنا الكلام ده صح، دي بتبقى شبهة مانعة من الحد. يعني مثلا في عام انت قاعد يسموه عام الرماد ليه؟ لأنه الواطة بقت زي الرماد من الحر ومن الجوع ومن الجفاف ومن عدم المؤونة، بقت زي الرماد، عشان كده سموه عام الرمادة. يعني انت لو جيت مثلا جم مطعم خطفت لك كرة جدادة ما بنطبق عليك الحد. الزول اللي بيقول الشبهة دي وتلقاه زول ما شاء الله، تلقاه زول كبير يقول لك الرسول انت اسرق، انت مش جعان هاي شيل لك حد. بعد ذاك لو طبقنا فيك تعال قابلنا، ده المفهوم كده، المفهوم انه لو زول سرق مع وجود الشبهة، وكمان انت لو يعني زول جعان امشي ياكل له مصنع كامل يقول لك طبعا ده عام الرمادة. انت بالنسبة لك ده ما عام رمادة، ده عام ربيع عديل، ده ما عام رمادة بالنسبة لك. انت لو مثلا في 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 زمن بتاع عام الرمادة وشلت لك حاجة، سرقت لك اكل اكلته في بطنك قدر ما يسد جوعك، بعد ده بنعزرك مثلا نوبخك كده، لكن ما بنقطع ايدك، ده المقصود. لكن ما المقصود انه عمر الخطاب وقف الحدود كلها، ما المقصود ده اذا صح الكلام. من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.